قد يجهل الكثيرون أن المشاعر المتدفقة والإحساس الدافئ في أغنية ناتالي نتجا عن قصة حب قاسية ومحزنة، فما الحكاية وراء هذه الأغنية؟ أشهر عاشق في الدراما السورية حسام تحسين بيغ، جمعته قصة حب مع فتاة سوفيتية تدعى ناتالي. بدأت القصة عندما كان حسام في رحلة خارج البلاد ليتعرف في ذلك الوقت على تلك الشابة الحسناء ويقع في غرامها ولتقاسمه المشاعر، فرسم ثنائي طريقهما الوردي آملين أن يكلل بالزواج. لكن حسام لم يعلم حينها أنه سيواجه مشكلة تمنعه من الزواج منها وتبعده عن تحقيق مبتغاه، فعائلتها عارضت وبشدة فكرة زواجها والسفر إلى سوريا. فلم يكن من ناتالي إلا أن ترضخ لطلب الأهل وتقطع أواصر التواصل تماما مع حبيبها حسام. عاش تحسين بيغ حزنا كبيرا على فراقها، فلم يجد سبيلا إلا أن يعود إلى بلده ويبدأ بتأليف وتلحين أغنية أطلق عليها اسم ناتالي تيمنا بحبيبته، حيث قام بتسجيلها في إذاعة دمشق لتصبح اليوم من أشهر الأغاني العربية. بعد ذلك صدم العاشق بمجيء عشيقته ناتالي إلى دمشق بعد أن سمعت الأغنية، فتمردت على أسرتها وقررت الزواج منه وكسر قيود المجتمع. أسرة تحسين بيغ الفنية اكتملت بإنجاب نادين وركان، وقصة حسام ناتالي ستخلد جيلا بعد جيل كقصة حب تلهم كل عاشق على التذكر أن لا شيء يقف في وجه الحب. ناتالي.